تاخذ الشغل. فهميها فهميها. امبوسيبل، مو انت سميح اللي بعرفك، وين الكبرياء والعنفوان تبعك؟ ميديا شو دخل الكبرياء والعنفوان بالشغل؟ لك على القليله لاقي شغل مناسبه لإلك، ما تشتغلي عن هي الختيار اللي مسافرنا لها حفه ابراء. لا حفه ابراء. ايه بتكون قبل الحفه بشوي. حبيبتي انت جديده بتسوين شرات العيوز، يعني بتكبرين قبل بوقتك، يعني بدك تسبين من طباعها، بتفوت المرحله اللي اصعب اكيد. وبهر اسنانك واحد واحد. بنات ليش كلكم علي؟ نور مشان الله احكي لك كلمه، ليش كل البنات واقفين ضدي؟ ليش انا تركوا لي مجال احكي؟ شبكم صبايا؟ حبيبتي احنا قاعدين نتكلم عشان مصلحتها. لا يا هلا انتم بتعرفوا مصلحتها وهي لا. يعني انت موافقه تشتغل اختيار سيتو؟ طبعا موافقه. على فكره نور انت الوحيده بهذا البيت بتفهمي علي. وبعدين وين الغلط؟ خليها تجرب، يا بتعجبها يا بتترك الشغل. ايه عن جد خلوني اجرب. بعدين انتم ليش ما تعتبرينا اختيار ستر؟ اعتبروها رعايه انسانيه. برافو عليكي. ايه الطفله ميديا خلينا نكفي خطة الخطبة. ماشي طيب اعطيني الرقم. اعطيها الرقم. خلاص مدام مصرة كيفك، بس بشرط بدي تحكي معها بالاول. ايه حكي لها اياها. يلا لحظة يلا. الو مدام عايدة. نانا اعطيني صحن. انا كمان يسلمك. بده خبز. تفضلي. يسلموا يسلموا. سموحه حبيبي متى رح تبلشي شغلك الجديد؟ اليوم ان شاء الله. وراجعه بالليل ولا نايمه برا؟ لا رح ارجع. كيف بدي نام برا؟ الو شو مشان خطبتي؟ كانكم التهيتوا بشغله لسميحه ونسيتوا خطبتي. ليش احنا عندنا اغلى عنج؟ لا بالحكي بس. انا من جهتي عم خلص لك سيناريو الحفله. وانا عم لاقي حل جيتار حسام. حكيتي مع اهلك ولا لسه؟ لا ما حكيت، ما بعرف كيف بدي خبره. على التليفون؟ لا ما خرج خبرنا على التليفون، لازم هيك فيس تو فيس. شو يعني بدك تنزلي على سوريا؟ عم فكر انزل بس ما في وقت. طيب والحل؟ ما بعرف. هاد وسام. هلا حبيبي. هلا هلا. ادري. الو. ايه ادري. صباح النور. سموحة؟ سموحة قال أدري ليش ما عم تردي عليه؟ موبايلي بالغرفة وحاططه سايلنت. سمعتها؟ قال موبايلها بالغرفة وحاططه على السايلنت. إمتى نازل على الشام؟ طبعاً بدي شيء. وين بقدر شوفك؟